أهلا بكم مشاهدينا إلى متابعة إخبارية، حيث نرصد فيروس كوفيد-19 في دولة الكويت والعالم. أرقام متصاعدة وتحذيرات متزايدة وعودة إلى المربع الأول في عدد من عواصم العالم تحسبا لاقتران كوفيد-19 بالإنفلونزا الموسمية. أما بالنسبة لأرقام وزارة الصحة في البلاد مشاهدين، فقد سجلت لهذا اليوم 521 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 99,049 حالة. أما بالنسبة لحالات التعافي والتشافي مشاهدين، فقد بلغ لهذا اليوم 777 حالة تعافي ولله الحمد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 89,498 حالة. أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة مشاهدينا، فقد بلغت لهذا اليوم 96 حالة. أما بالنسبة لحالات الوفاة مشاهدينا، فقد أعلنت وزارة الصحة لهذا اليوم عن حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 581 حالة وفاة. عظم الله أجر ذويهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدينا، إجمالي من يتلقون العلاج بكوفيد-19 في البلاد حاليا عددهم 8,970 حالة. نسأل الله لهم السلامة جميعا. أما بالنسبة لتوزيع الإصابات بحسب المناطق الصحية مشاهدينا، فقد تصدرت هذه القائمة منطقة الأحمدي الصحية ب 131 إصابة بكوفيد-19 بنسبة 25%. 114 حالة في منطقة الفروانية الصحية مشاهدينا بنسبة 22%. أما في منطقة العاصمة الصحية سجلت 111 إصابة جديدة بكوفيد-19 بنسبة 21%. حوالي مشاهدينا 96 إصابة لهذا اليوم بنسبة 19%. وأخيرا في منطقة الجهراء مشاهدينا سجلت 69 إصابة بنسبة 13%. أعلنت وزارة الصحة الكويتية بدء استقبال الراغبين في أخذ مسحة الفحص المخبري لفيروس كورونا كوفيد-19 في مركز الفحص السريع بالمركبات في منطقة صبحان اعتبارا من يوم غد الأحد. وقال مدير إدارة الصحة العامة في الوزارة الدكتور فهد الغملاس إن مركز الفحص السريع في صبحان سيوفر الفحوصات المخبرية الخاصة بالمرض، ومن أهمها مسحة الأنف والبلعوم التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض وتحديد بؤر انتشاره بالتوازي مع المسوحات الميدانية بالمناطق المختلفة الخاصة بالترصد النشيط. حذرت الجمعية الطبية من مغبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بحجة انتهاء الحظر وعودة الحياة الطبيعية، حيث دقت في الوقت ذاته ناقوس الخطر من تأثير ذلك على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا. وقال رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد العنزي إن ما نشاهده من مظاهر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وزيادة عدد الإصابات ينبئ بخطر كبير لا يحمد عقباه، ويهدد الصحة العامة والمنظومة الصحية، وبالتالي سيهلك الطواقم الطبية التي تعبت وهي تحارب فيروس كورونا منذ بداية الأزمة حتى يومنا الحالي. بسواعد بنات الكويت أجريت أول عملية ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا على جهاز دعم الحياة خارج الجسم. وقالت اختصاصية أمراض النساء والتوليد الدكتورة مريم المنصوري إن الكادر الصحي يبذل كل الجهود الممكنة على حمل الأمانة الصحية. وتمت هذه العملية كل من الدكتورة حنان الختلان والدكتورة علياء التحو. كورونا يعود بالعالم إلى المربع الأول، دول عادت إلى الإغلاق ودول أخرى تجري مسحات مخبرية مكثفة. الإصابات في مرحلة ازدياد والحكومات تعيد حساباتها الاحترازية والصحية من جديد. كورونا قد يعيد بنا مجددا للمربع الأول، تحركات دولية يبدو أنها في الطريق إلى تكرار الإجراءات الصحية في بداية انتشار الوباء قبل أشهر قليلة، ولم يتم حتى الآن إيجاد ما يكبح جماحها.
في الأردن أعلنت الحكومة الأردنية أمر الدفاع 16 بما ينص على إعادة منع التجول لمدة أسبوعين وفرض عقوبات جديدة تصل إلى السجن بمن يخل في القواعد الصحية مثل عدم ارتداء الكمامة والالتزام في التباعد وعدم المصافحة. الهند وصلت لتسجيل 100,000 حالة يومية وهو رقم يثير مخاوف وزارة الصحة الهندية. وإلى أوروبا حيث أغلقت كاتالونيا حياتها لمدة أسبوعين، ولكن المدن خارج المنطقة الشمالية الشرقية تشهد أيضا ارتفاعا في الإصابات. أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي أكد على أهمية تجديد الإجراءات الوقائية في فرنسا وأن كورونا ينتشر بشكل واسع. الإصابات في ارتفاع ملحوظ، ألمانيا شهدت أعلى معدل لها في الإصابات في شهرين في حين تحاول تجنب تفشي المرض من جديد. وأخيرا بريطانيا أصدر بوريس جونسون حظرا للتجول وإغلاقا شاملا في شمال شرق إنجلترا بعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس. البعض يرجح أنها الموجة الثانية، والبعض الآخر يشير إلى أن التهاون وعدم المسؤولية في التعاطي مع الأزمة هو سبب التفشي الأخير لكورونا. وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، عدد إصابات كورونا عالميا تتجاوز 30 مليون حالة، وتتجاوز عدد الوفيات 957,000، وتواصل الأمريكيتان تسجيل أسوأ أرقام فيروس كورونا في العالم، ففيها أكثر من نصف الإصابات العالمية، ولا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل هي الأكثر تضررا، وتتصدر العالم في عدد الحالات المؤكدة. وتستمر منظمة الصحة العالمية في التحذير من جائحة كورونا، وفي آخر تصريح لها قالت إن كورونا سيستمر لفترة طويلة في جميع أنحاء العالم. مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية قال إن معدل الإصابات العالمية الأسبوعية يتراوح بين 1,800,000 ومليونين، وحالات الوفاة الأسبوعية تتراوح ما بين 40,000 و50,000 حالة. كما أشار مايكل رايان إن فصل الربيع المقبل ومع عدم وجود قدرة كافية لإجراء اختبارات فيروس كورونا في بعض بلدان العالم سيعزز انتشار الوباء في المستقبل. وكما حذر في وقت سابق مسؤولون من منظمة الصحة العالمية أن موسم الإنفلونزا القادم قد يزيد الضغط على أنظمة المستشفيات في العديد من البلدان. الرئيسة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية قالت إن الزيادة الحالية في عدد الإصابات الجديدة هو اتجاه مقلق، حيث يقترب موسم الإنفلونزا بسرعة مما يجعل التمييز بين عدوى الإنفلونزا العادية والإصابات أكثر صعوبة. بلغة مليئة بالتنبيه خاطب حاكم جاكرتا أنيس باسويدان سكان الإقليم والمناطق المجاورة كاشفاً أن وباء فيروس كورونا أخطر مما كان عليه، ومعلناً حالة الطوارئ وعدم الخروج من منازلهم أو السفر من العاصمة وإليها إلا في حالة الضرورة. لكن الأخطر من ذلك هو أن مستشفيات جاكرتا قد بلغت طاقتها الاستيعابية ولم يعد بمقدورها استقبال مزيد من المصابين بكورونا، ووصلت أعداد الإصابة في هذا البلد الآسيوي حوالي 250,000 إصابة مؤكدة. الشباب في الولايات المتحدة باتوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا وفقا لآخر حصيلة صادرة عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد زادت نسبة الإصابات بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما مع إعادة فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد. وتضاعفت نداءات الخبراء الصحيين للشباب بالالتزام الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي لتجنب العدوى وانتشار الوباء بينهم. ولاية فيكتوريا يبدو أنها في طريق تخفيف الإغلاق الصارم بحلول نهاية هذا الشهر، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ للإصابات اليومية. وفي آخر إحصائية سجلت هذه الولاية 21 حالة مؤكدة مصابة بكورونا، وهو أقل من نصف عدد اليوم السابق وأدنى حصيلة منذ 3 أشهر. رئيس الوزراء دانييل أندروز قال يدعو لعدم الإسراع في الانفتاح حتى تنخفض أرقام كورونا إلى مستويات منخفضة. وقد أبلغت ولاية فيكتوريا أيضا عن 7 وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي الوطني إلى 844.
أفادت السلطات في بيرو أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تستقر فيها وتتجه إلى الانخفاض بعد شهور من الإغلاق. وسجلت بيرو ما يقرب من 750 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى معدل إصابة في العالم، و 31 ألف حالة وفاة. وتسببت قيود كورونا إلى انهيار الاقتصاد بأكثر من 30% في الربع الثاني من العام الحالي. اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في كييتو بالإكوادور، حيث نزل عمال الرعاية الصحية والطلاب ومجموعات العمال إلى الشوارع للمطالبة بدفع أجور العاملين في مجال الرعاية الصحية المتأخرة منذ أشهر. وتواجه الإكوادور مشاكل في السيولة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وتأثيرات الوباء، لكن الحكومة قالت إنها تأمل في العودة إلى المسار الصحيح بعد صرف ائتمان صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة. كانت الحكومة في الإكوادور قد أنهت قواعد الحجر الصحي الوطنية وتركت قرار تنفيذ إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا للسلطات المحلية للمحافظات. قالت السلطات الإسبانية أن منطقة مدريد، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً في إسبانيا، حيث تمثل مدريد حوالي ثلث حالات الإصابة بفيروس كورونا النشط في إسبانيا، وستفرض السلطات عملية إغلاق مستهدفة وقيود أخرى على الحركة في المناطق التي ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا. سكان العاصمة الإسبانية مدريد أبدوا موافقتهم على فرض القيود الجديدة للسيطرة على كورونا، ومنذ رفع القيود في أواخر يونيو ارتفعت الإصابات في إسبانيا من بضع مئات في اليوم إلى الآلاف. رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي يعلن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تخفيف القيود في بلاده الذي كان مفروضا فيها منذ أشهر لاحتواء الفيروس. وطلب أليخاندرو جياماتي من مجلس الوزراء بأكمله إجراء اختبارات فيروس كورونا. جياماتي هو رابع زعيم في أمريكا اللاتينية يصاب بكورونا، بعد كل من الرئيس البرازيلي جاير بولسينارو ورئيس هندوراس أخوان أورلاندو والرئيس البوليفي المؤقت جوانين أنيزا، الذي تثبتت إصابتهم بالفيروس في وقت سابق. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته تعمل جاهدة لزيادة القدرة على إجراء الاختبارات لمواجهة جائحة كورونا، ويهدف جونسون إلى إجراء 500 ألف اختبار يوميا بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل. وقال جونسون إن أعداد الحالات بدأت في الزيادة خلال الأيام الأخيرة، وأن العواقب المالية للإغلاق الوطني الثاني ستكون كارثية، وأنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع حدوث ذلك. أما في فرنسا مشاهدينا، ومع إجراء أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا، هذا العدد الكبير يسبب فترات انتظار طويلة للمرضى وتستغرق نتائج الفحوصات وقتا طويلا، مما يزيد الضغط على المختبرات، فتزيد احتجاجات موظفي المختبرات للمطالبة بزيادة الأجور. وللتحكم بهذا العدد وانسيابية العمل في المختبرات، أعلنت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي أن الأولوية ستعطى لمن تظهر عليهم الأعراض أو المخالطين. وتشهد فرنسا عودة شرسة للوباء مع ارتفاع أعداد الإصابات فيها. الجيش الأبيض وكل من يعمل في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد 19 سيكون مطلوبا منهم مضاعفة الجهود في القادم من الأيام في ظل منحنى تصاعد لأرقام كورونا محليا ودوليا، ومع تشديدنا على عدم الاستهانة بالجائحة بحكم التعود. كورونا لا يزال يشكل خطرا حقيقيا، وتأكدوا أنه حاليا السلام فقط في الكمامة والتباعد. دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.